الله يعطيك العافية ويوفقك يا شيخ. أنت عسكري؟ لا والله ما نسكري. بالتوفيق إن شاء الله. في أمان الله، يعطيك العافية. الجميع جميع. توفيق. شونه معشك؟ والله تقول كذا. لا لا مو الغربان، كويس انه الغربان، الغربان تجيب الطاقة الإيجابية. لا معشي شافيها اللي زي راسك. كنت ضاغطين عليها، المفروض تنطق. ضاغطين عليها. يا عيالي أبوكم تتكلمون عن الموضوع هذا ونبغى نتكلم فيه، طبعا عن رجال الأمن والأمان، طبعا تعبهم بالذات هذه الأيام، طبعا اللي على الحدود واللي برضو في الحرم، يعني شيء صدق صدق يحزن صراحة. والله رحت أمس رحت الحرم،